私は泡誰です。今タイマス大好きな場所から、僕らは今日を取ります。たくさん遊んだね、喧嘩もしたね。حزينة شوي الأغنية، نحلاتش زي هيك 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 من أول تزعجني. خلص خلص هنبدأ الفيديو. آخر يوم في الروضة، فطرت وهسا بدي ألبس عشان الروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا عرب في كوكب اليابان، معكم فاطمة عناني، واليوم فيديو راح نصور فيه بلوج اللي راح يكون موضوعه عن تخرج ابني علي من الروضة. طبعا التخرج من الروضة في اليابان حدث مهم للأباء والأمهات، يعني ما بيكون مثلا حفلة عادية أو هيك، بتكون زي ممكن نحكي شوي رسمية، وبيكونوا فيها الأباء والأمهات هيك لابسين لبس رسمي، والأطفال إذا كان لهم زي موحد بيحكوا لهم يلبسوا زي الموحد زي علي، أما إذا كان ما عندهم زي موحد فبيلبسوا بدلات. في نوعين من رياض الأطفال في اليابان، نوع بيكون في الأطفال من عمر 3 سنين زي روضة علي، بعد تقريبا صار له 3 سنين، سنتين ونص تقريبا، احنا جينا قبل سنتين ونص على اليابان، بس اصحابه هيك بكونوا 3 سنين يعني بالروضة. في نوع اخر بتكون مثلا من 6 اشهر، فبكون تقريبا طفل صار له فيها 6 سنوات. لهيك التخرج من روضة الاطفال في اليابان اشي يعني اشي مهم وحدث مهم جدا لليابانيين. بالنسبة للروضة اعطونا البرنامج واعطونا الاغاني اللي راح يغنوها الاطفال، البرنامج كامل اعطونا اياه، شو راح يصير وين لازم نقعد وين لازم نتجمع ومع سيارة وين يصف، فهي كلها بتكون مسجلين اياها وكاتبين لنا اياها. طبعا زوجي مشغول ما قدر ياخذ يوم اجازة، فلهيك ايش راح نضطر نروح لحالنا انا وعلي ونوح بالباص. الروضة قريبة بدها تقريبا 10 دقائق بالباص. احنا رايحين على الباص هسه بدنا نروح على الروضة. انا الدقيق طبعا الواحد شو ما كان لابس لازم يزيح عن رجله ويلبس الوابكي او الحذاء الداخلي. جبنا واحد لنوح كمان. خلاص هذا اخر مرة بحط بوتو. هون دائما بحط بوتو مكتوب عليه ابو عود علي في المكان. الطلاب راح يقعدوا بالنص والاباء والامهات حواليهم. طبعا تلاقي كل اليابانيين جايبين كاميراتهم عشان يصوروا ويوثقوا الاحداث، ما بدي يصور بكون قاعد، واللي بيصوروا كلهم بيكونوا ورا. لما بلش الحفل دخلوا الاطفال واحد واحد، وكانوا مشغلين تسجيل صوت الاطفال بيبعثوا فيه رساله شكر لامهاتهم وابائهم، وكان بايدين الاطفال رساله هم عاملينها بنفسهم وكاتبينها بنفسهم، وكانوا كل واحد يوديها لامه. بعد هيك قامت المعلمة بمناديات جميع الطلاب واحد واحد باسمه، وبعد ما تناديه بيوقف حتى يجهزوا حالهم لتسليم الشهادات، واللي سلمهم الشهادة هو مدير الروضة نفسه. عشان كورونا فحاولت الروضة قد ما تقدر انها تختصر الوقت، فلهيك لما اجى المدير يسلمهم الشهادات اختصر فقط على اول طالب، او يعني اول طالب بالاسماء، فاول واحد في الاسماء في صف علي هو علي، فلهيك استلم علي شهادته، وهيك يعني زي نيابة عن جميع الطلاب. بعدها ألقى المدير كلمة وكانت موجهة للطلاب، وصراحة أنا حضرت يعني أكثر من مرة هو بلقي أو بيعطي كلمة للطلاب، واللي لفت يعني لفت انتباهي إنه دائما بيكون موجهة للطلاب أنفسهم، فبيحكي معاهم هم وبتطلع فيهم هم وبسألهم وهم بتفاعلوا معاه أثناء الخطاب. وفي الفقرة قبل الأخيرة هيك حطوا فيديو عرضوا فيه ذكريات الطلاب خلال السنة كاملة، رحلاتهم، طلعاتهم، يعني كل إشي هيك كان يعملوا بالروضة كان ياخذوا لهم يعني شوية صور، فعرضوها كلها قبل ما ينهوا كل إشي.
بالمناسبة لكل روضة وكل مدرسة بيكون في مجلس الآباء، يعني أمهات والآباء، وكل شهر بيحطوا فيه الآباء والأمهات تبرعات حتى يقدروا يعملوا أنشطة للأطفال أو يعني مثلا زي هدية للمعلمين. فآخر فقرة كانت هي توجيه رسالة شكر للمعلمتين. كانت في واحدة من النساء هي من أمهات، هي رئيسة المجلس، فألقت كلمة، وبعدين الأطفال أعطوا يعني مربية الصف هدية، وبعدين حكت لمربية الصف إذا في عندك آخر كلمة تلقيها للطلاب. وبالأخير قاموا المعلمات بتوزيع الهدايا على جميع الطلاب، وبالآخر روحنا. بالأخير نشارككم بعض الصور اللي تصورها علي مع أصحابه، أصدقائه المفضلين. واحد ياباني اسمه أكيتو، وفي عنده أصحاب مسلمين من سريلانكا، سداد، والثاني آدم. فأخذنا لهم صور هيك قبل ما نروح. وبالنهاية حب أشارككم انطباعي حول التخرج أو تخرج الروضة في اليابان. طبعا اللي غلب المشاعر اللي غلبت على يوم التخرج اللي هو مشاعر الحزن. يعني اليابانيات الأمهات سواء أو حتى المعلمات كلهم جاهزين معاهم الهانكاتشي أو هذا البشكير الصغير اليابانيين دائما بيستعملوا حتى يمسحوا فيه دموعهم، لأنه أغلب الحفل بيكونوا اليابانيين بيبكوا وبيعيطوا الأمهات، إنه هيك كل ما ينحك اسم ابنهم أو يطلع ابنهم فبضلهم يبكي بكطول الوقت. وحتى المعلمات أثناء ما هم بيلقوا كلمتهم، يعني كانت نص الكلمة عبارة عن بكاء والنص الثاني يعني بتحكي ويلا يلا قدرت المعلمة تتكلم. فهاي الأشياء اللي إحنا العرب استغربناها في حفل التخرج، يعني حفل التخرج الأطفال في اليابان. إحنا يعني عادة العرب بنكون مبسوطين والأطفال يعني فرحانين وحفلة وهيك، لكن لا، يعني حسيت الحفل التخرج غلب عليه مشاعر الحزن والفراق ومن هالحكي. أكيد يعني كانوا يعني أطفال فرحانين، لكن كأمهات وأباء وهيك كانوا بيبكوا، لا مش الأباء يعني الأمهات، والأطفال أنفسهم كمان لما السنسة أو المعلمة صارت تبكي صاروا يبكوا معاها. فهيك يعني أغلب الأجواء كانت، لكن بالنهاية الأطفال يعني لما روحوا ودعوا بعض وسلموا على بعض ويعني انبسطوا شوي، وبالآخر يعني روحنا. بس الصراحة ومع تصفحي لصور طفلي علي من لما كان بيبي، حسيت فعلا انه الكلمات اللي ألقوها المعلمات واسترجاعهم للذكريات والموسيقى والأغاني اللي كانوا مشغلينها اللي يغلب طابعها على الحزن، والرسائل الشكر اللي حكوها الأطفال وامتنانهم لآبائهم وأمهاتهم على عملهم وحبهم وصبرهم وتعبهم معهم، بخلي هيك الواحد غصبا عنه يتأثر وتختلط مشاعره ما بين حزن وفرح. فبرضو حسب ما قرأت انه تخرج الروضة بيكون أول تخرج للإنسان في حياته في اليابان، فلهيك بيكون إشي مهم جدا عندهم، وبيكون باب لدخوله لمرحلة جديدة من الحياة فيها مسؤوليات أكبر. والأطفال بيكونوا متحمسين كثير لهذه المرحلة، لأنهم راح يبدأوا يروحوا للمدرسة لحالهم ويطلعوا مشاوير لحالهم بدون مرافقة آبائهم أو أمهاتهم، لأنهم خلص كبروا وأصبحوا مسؤولين. وطبعا بسبب كورونا فكان التخرج مختصر جدا، ولا هو عادة بيكون طويل وفي فقرات أكثر، وبتدربوا على الروضة لمدة طويلة. وبنبارك لجميع الأطفال اللي تخرجوا، بنحكي لهم أوميدوتو غوزايماس، يعني مبارك باليابانية، وإن شاء الله يدخلوا على مرحلة جديدة وحلوة من حياتهم. وإحنا بنكون هيك وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا وزدتوا من محصولكم الثقافي. ولا تنسوا دعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب. كانت معكم فاطمة عنان من الأردن، دمتم بخير متابعينا. وكرا وكرا تريماس تاكسا أصندنا كنكا موشيتنا Tomo sensei, sobanite kureta yo ne. Te asu na kokoru kara mo issho. Te asu na go owakare janai yo. Nakitaku natta ra omoi dasu yo. Zutto zutto daisuki da yo. Zutto zutto daisuki da yo. حزينة شوي الأغنية، نحلاتش هيك 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 هيك.